فطاير حلوه قوي، محشيه جبنه عاديه، جبنه قريش بتاعتنا العاديه خالص مع اللي موجود في البيت، حبه زيتون، كام زيتونيه في الثلاجه، على كام فلفلايه، على رشه بقدونس كده، ما بتحبيش ده كله وعايزه شويه زيتون وطماطمايه عليهم ماشي، بس انا بالنسبه لي بلاش طماطم علشان ما تجيبش سوائل جوه العجينه وتبوشها. طب اعمل ايه؟ ممكن تحط سنه نعناع، النعناع مع الجبنه القريش مع سنه ملح كده وسنه كمون. ايه ده، كمون على الجبنه القريش؟ اهو جربيها والله العظيم ومش هتندمي. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هروح جايبه كده، ادي حته الجبنه القريش اهي، وابدا ان انا اعملها كده، وعلى مبدا ان انا اقلب الجبنه مع الفلفل هننزل الفطاير على الشاشه، والعجينه بتاعتها سهله وبسيطه جدا. مقاديرنا بتقول ايه يا رغده؟ معايا دقيق حسب الحاجه، وخلوا بالكم ادام قلت دقيق حسب الحاجه يبقى انا هحط كل المكونات وكل السوائل وارجع انزل بالدقيق شويه بشويه. عندنا ايه كمان؟ كوبايه حليب دافي، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره، رشه من الملح، بيضايه، وعلبه من الزبادي، ومعلقه كبيره من الزبده السايحه. شفتوا المكونات عامله ازاي؟ وارجع بعد كده انزل بكل ده مع كوبايه الحليب وكله، وانزل بقى بالدقيق شويه شويه او معلقتين معلقتين علشان يديني النتيجه اللي انا عايزاها، لحد ما تلاقوا العجينه بدات تلم معاكم. وبعد ما تلموا وثابت الجوانب بتاعه العجان او ثابت الجوانب بتاعه الطبق اللي بتعجني فيه لو بتعجني بايدي، ابدا بعد كده اروح مديها حبه عجن بقى، اخدمها ايه في العجن نفسه عشان تطلع معايا نتيجه مليون الميه مضمونه. طيب عملنا العجينه وسبناها تخمر يا نون، نيجي بقى للحشوه. وادام قايله حشوه اعملي اللي انت عايزاه، ممكن اصلا الفطاير اللي احنا عاملينها دي والله العظيم في شم النسيم اعمليها رنجه وفسيخ. انت فاكريني بهزر لما قلت ان شاء الله تحشوها رنجه وفسيخ؟ لا ما بهزرش، ادام حاجه وفطاير محشيه اعمليها اللي انت عايزاه، يعني بشم النسيم ممكن تعملي الفطيره ديت وتحشيها رنجه وفسيخ. لو انت خارجه في اي مكان او رايحه تزوري حد او معزومه عنده اعملها له مفاجاه، اعملي الفطاير دي واحشيها رنجه وفسيخ هتطلع معاكي زي الفل. احنا النهارده حاشين ايه؟ عشان المدارس مثلا او عشان الفطار بتاع يوم الجمعه لو قمتي بدري وعايزه لهم حاجه كده مختلفه، ما فيهاش اي مشكله. عاملينها جبنه قريش على الحاجات اللي هي الموجوده في بواقي التلاجه. نيجي بقى للوش بتاعها. طيب نونا، انا واحده من الناس وانا زيك والله ما بحبش المعجنات اللي على الوش بتاعها بيض، اعمل ايه عشان يديني اللون اللي انا عايزاه ويديني الشكل كمان اللي انا عايزاه؟ اعمل ايه؟ معلقتين عسل اسود، وتروحي حاطه عليهم شويه من الميه، خفتيه وعندي سمسم، حبه البركه، ايا كان اللي انت عايزاه. ادي العسل الاسود اهو، نجيب كده الميه نحط عليه مثلا ربع كوبايه او معلقتين ثلاثه، يخف معايا شويه كده، وابدا ان انا اقلبه كويس قوي ومعايا السمسم. عايزه تحطي حبه البركه ما عنديش اي مشكله، مش هقول لك لا. بالشكل ده هيديني لون حلو قوي قوي قوي، زي ما كنا بنعمل كده السميت التركي، فاكرين السميت التركي اللي عملناه قبل كده مع بعض؟ هو ده. طب يا نونا هو ده بيدي تسكيره؟ لا، ادام حطينا له ميه كده التسكيره بتاعته راحت، بس في نفس الوقت هيديكي لون حلو. طيب البديل ايه؟ لو انا ما عنديش عسل اسود اعمل ايه؟ شويه ميه صغيرين كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله على العجينه، شويه ميه صغيرين وابدا ان انا ادوب فيهم نص معلقه صغيره او ربع معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، واقلبها مع بعضها كده وابدا ان انا ادهن بيها، وبعد كده اروح حاطه السمسم. اسهل من كده ما فيش. طيب عندي العجينه، الله واكبر الله واكبر، يعني نفسي تحسوا بملمس العجينه اللي انا حاساه. هعمل ايه؟ الحشوه اركنها كده على جنب، واجي كده العجينه بتاعتي اهي، وابدا ان انا اقطع كور كده متوسطه علشان تديني النتيجه اللي انا عايزاها. انا خدت الكوره ببدا ان انا افردها بالشكل ده، وهاجي كده بسكينه او قطاعه بيتزا اللي موجود عندك استخدميه. هعمل هنا كده، بلاش قطاعه البيتزا عشان ايه ما تقوليش ان انا بتعجزنا. اهو هعمل هنا كده، شايفين انا بعمل ايه؟
بعمل فتحات مش من اولها، لا انا سايبه جزء هنا ماسك الاطار دوت ماسك كده، وهنا اهو، وهبدا ان انا اخد الحشوه بتاعتي ايا كان هي ايه. ارجع واقول والله لو هتحشي فسيخ ورنجه مش هتقولك لا. واجي من هنا كده ابدا ان انا الم او بصوا امط واقفل واقفل كده، اضغط كده علشان الحشوه ما تطلعش مني. شفتوا الضغطه دي؟ الضغطه دي كده قفلت على الحشوه جوه، وابدا ان انا اعمل كده. عندي الصاج بتاعي او الصينيه ابدا ارص فيها على طول اهي بالشكل ده. اسهل من كده مفيش. الكوره التانيه رشه بسيطه من الدقيق، وابدا ان انا افرد كده ولا محتاجه اي حاجه. افردي كده، عايزه تفردي بالنشابه مش هتقولك لا. العجينه من كتر ما هي طريه ما شاء الله عليها، ما شاء الله ما شاء الله. اعمل كده عينيكوا على الفرن يا شباب. بص يا جمال كده، ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. بصوا المنظر، بصوا لون العسل اللي احنا حاطينه عامل ازاي. طيب نقفل ونسيبها حوالي يعني 5 7 دقايق. ابدا اعمل كده واجي هنا واعمل كده، افتح كده وما مشيش للاخر اهو، واجي هنا كده وابدا ان انا امط شويه كده واخد الحشوه كده. بالشكل ده، واروح جايه من هنا مديه شده كده، واروح لفه، والقفله دي اغرس كده. هناك منها ناعمه قوي، نفرد بايدينا اهو. والله مش محتاجين حتى نشابه ولا اي حاجه. نيجي كده كده، شايفين العسل الاسود اللي احنا مدوبينه بالميه بالشكل ده كده اهو، شايفين اللون نفسه عامل ازاي. ويترش عليه بقى السمسم ويتساب يخمر شويه، وبعد كده ادخلي على الفرن على طول درجه حراره 180 فوق وتحت. بصوا كده بالشكل ده، الله اكبر اللهم بارك. اللي في الفرن شكله تحفه تحفه تحفه. حبه السمسم الحلوين وترشي، عايزه تحطي حبه البركه مش هقول لك لا. بالشكل ده كده، تدخلي الفرن. تعالوا نبص بص على الفرن قبل ما نطلع فاصل، يلا بينا. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. اوعى فينا نقطع. شايفين الشكل عامل ازاي؟